بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لمتربصين الأعزاء. إذا سأحاول أن أشرح لكم من خلال هذا الفيديو كيفية توثيق المراجع في المذكرات وفق أسلوب APA. APA ما معنى APA؟ هي عبارة عن مختصرات American Psychological Association، يعني جمعية علم النفس الأمريكية، التي وضعت لنا مجموعة من القواعد الشكلية نتبعها في كتابة المذكرة. وبالمناسبة هي ليست حكراً، هذه القواعد ليست حكراً على تخصص علم النفس فقط، بل معتمدة في الكثير والعديد من التخصصات نظراً لبساطتها ونظراً لكونها عملية جداً. إذن راح نبدأ أولاً كيفية توثيق الكتاب كنوع من أنواع المراجع، ثم رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، ثم المقال العلمي من المجلات العلمية المحكمة كنوع ثالث من المراجع، وثم نتحدث عن كيفية توثيق النصوص القانونية، وأخيرا كيفية وضع قائمة المراجع في نهاية المذكرة واللي راح تكون بصفة أوتوماتيكية كذلك. إذن نبدأ على بركة الله، راح نشوف المثال تاعنا باش نكونوا عمليين. إذن مثلا هذه من المذكرة تاعي، هذه فقرة، الفقرة الأولى هذه اللي هنا اقتبستها من كتاب. إذن قلنا احنا نبدأ بالكتب، كيفية توثيق الكتب. نفترض بلي الفقرة تاعي تخلص هنا في هذا السطر، وبهذا فإن هذه المكاتب والوكالات تلعب دور الوسيط بين المنظمات وطالبي العمل. يعني هذا الاقتباس الأول يخلص هنا يعني من كتاب. أول شيء نديرو نكليكي في نهاية الفقرة، نحط الكيرسر تاعي في نهاية الفقرة، متفقين؟ طيب يعني. ثاني شيء نديرو نروح لابار هذه الفوق الزرقاء هذه وين كاين هذو لي شوا، نروح لو شوا ريفيرونس هذا لكم تشوفوا فيه ريفيرونس يعني مراجع، نكليكي على ريفيرونس ثم نجي لهنا ستيل دو بيبليوغرافي، أسلوب التوثيق. وكاين مجموعة من الأساليب هنا راكم تشوفوا راهي مختارة مباشرة APA، هنشوفوا بلي كاين مجموعة من الأساليب APA، شيكاغو، GB7714 إلى آخره، هارفارد، إيزو، MLA إلى آخره، حنا نختار APA وتخرج بهذا الشكل. ثم نروح مباشرة بعدها لهذه لهنا وين كاينة انسيري اون سيتاسيون، انسيري اون سيتاسيون هذه اللي راكم تشوفوا فيها، نكليكي عليها تخرج لي هاد لي دو شوا هادو، اجوتي اون نوفيل سورس، ولا يخرج لي وحدها، ممكن تخرج لي وحدها هنا راني باسكو راني داير مقبل اسباس ريزيرفي، اجوتي اون نوفيل سورس، المهم وين نصيب اجوتي اون نوفيل سورس، نكليكي عليها طري بيان تخرج لي هاد النافذه. هنا راح نكتب المعطيات نتاع الكتاب نتاعي. قبل ما نبدا نكتب المعطيات اول شيء نديرو نروح مباشره للغه، وهذا شيء مهم جدا. اذا كان كتاب نكليكي عليها بيان سور، اذا كان كتاب بالانجليزيه اونغلي، اذا كان بالعربيه عربي بيان سور، اذا كان بالفرنسيه نكتب فرنسي. وعلاش اللغه مهمه جدا؟ اذا كان كتاب مثلا باللغه العربيه نكتبه هنا باللغه العربيه وما نعدلش في اللغه، يعني ما نكتبهاش ما نديش لو شوا تاع اعراب، راح يوقع لي مشكل من بعد في النهايه في قائمه المراجع. اذا اللغه مهمه جدا، اول ما نبدا به هو اللغه. مثلا الكتاب تاعي باللغه العربيه اعراب، هذه قلت اول حاجه نديرها عندما تخرج لي هذه النافذه. اثنين نروح لهنا تيب دو سورس، هذه تيب دو سورس، كاين بليزيور تيب، قلنا كاين كتب، المذكرات، الاطروحات او الاطاريح، المقالات العلمية إلى آخره. لما يكون عندي المرجع كتاب نروح الأوفراج، أوفراج نكليكي عليها يخرجوا لي هذا الشوا، نحوس وين كاين أوفراج، نكليكي على أوفراج، اتفقنا؟ طري بيان. الآن نبدأ نكتب المعطيات نتاعي، هاي عندي هنا أوتور، نكتب مثلا اسم المؤلف، اسم مثلا كتاب مراد نعموني أو مؤلف الكتاب، ثم تيتر يعني عنوان الكتاب، المدخل إلى علم النفس العمل والتنظيم،
ثم سنة النشر، نكليكي عليها كذلك ونكتب 2018، مدينة النشر الجزائر، وهنا الجزائر العاصمة يعني المدينة وليس البلد، أنه فيل كما رانا نشوفه. ميزون ديديسيون، كتاب هذا طبيعة مع دار الجسور. طيب لكن هنا نشوفه بلي هنا كاين مشكل، وهو أنه المعطيات اللي لازم نكتبها عن الكتاب هنا راهي ناقصة، ما خرجتليش كاملة، تخصني رقم الطبعة، يخصني بلد النشر، لكنها غير موجودة هنا. كيفاش ندير؟ بكل بساطة نجي لهنا وين كاين افيشي تو لي شون بيبليوغرافيك، هذه اللي راكم تشوفوا فيها افيشي تو لي شون بيبليوغرافيك، ونكليكي عليها هنا وين هذا المربع هذا. طري بيان، هنا يخرجوا لي كل الخانات الباقية، بيان سير ما يحتاجهاش كلها، نروح قلت مثلا خصني البلد هاهي بيي ولا ريجيون، هنا نكتب نكليكي عليها ونكتب الجزائر، زيد واش قلنا يخصنا رقم الطبعة أو عدد الطبعة، الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، نشوفو وين كاينة إيديسيون، إيديسيون هاهي، إذا نكتب مثلا هذا كتاب وطبعة ثانية، نكتب الرقم فقط، ما نكتبش الطبعة الثانية، نكتب الرقم. واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى آخره. اتفقنا؟ طيب يعني. إذن هنا عندي كل البيانات، اسم ولقب المؤلف، عنوان الكتاب، سنة النشر، مدينة النشر، بلد النشر، دار النشر، وعدد أو رقم الطبعة. كملت كل المعطيات نتاعي، نروح مباشرة ندير أوكي، ويخرج لي الكتاب أو المرجع كما رانا نشوف. المرجع وفق أسلوب أبيا ما يخرج ليش في الهامش من تحت، يخرج هنا، يخرج بهذا الشكل، لقب المؤلف والسنة فقط، ماشي كما كنا نخدمه في السابق. طيب الآن كما تعلمون الاقتباس من الاقتباس من المراجع نوعان، عندنا اقتباس حرفي يعني ننقل المعلومات كما هي حرفيا من الكتاب، وهذا عادة يكون في التعريفات إلى آخره، وعندنا الاقتباس بتصرف يعني ندي الفكرة ونكتبها بأسلوبي الخاص. في الاقتباس الحرفي مفروض علينا أننا ندير الصفحة، يعني لما تقتبس تعريف أو ما شابه ذلك اللي هو قلت اقتباس حرفي، لازم تكتب الصفحة اللي جبت منها المعلومة، بينما في اقتباس بتصرف ماهوش مطلوب منك. إذن كيفاش ندير الصفحة؟ مثلا هذه الفقرة اقتبستها حرفيا، بكل بساطة نجي لهنا فوق المرجع كما راكم تشوفوا، نكليكي تولي هكذا، نروح لهذا السهم الصغير اللي على اليسار في الأسفل وين مكتوبة تخرج لي هذه اوبسيون دو سيتاسيون، نكليكي عليها يخرجوا لي مجموعة من الخيارات ليشوا، نروح للخيار الأول موديفي لا سيتاسيون، تخرج لي باج، نكتب مثلا صفحة 85 أو 58 وندير أوكي، ومن بعد تخرج لي الصفحة هاي نعموني 2018 صفحة 58. اتفقنا؟ طيب إذن هذه كيفية توثيق الكتاب كنوع أول من أنواع المراجع. ونبقى دائما في الكتاب، نفترض أنه في الفقرة الثانية مثلا تنتهي هنا في هذا السطر بدور الوسيط بين الطرفين، استعملت كتاب، قلت ما زلنا دائما في الكتاب، استعملت كتاب لكن لمؤلفين اثنين يعني ماهوش مؤلف واحد، كيفاش ندير؟ كيف نكليكي، نحط الكيرسر تاعي، نروح نفس الخطوات، انسيري اون سيتاسيون، نكليكي عليها، اجوتي اون نوفيل سورس دائما، نروح للغة دائما ما تنساوش اللغة هي أول شيء نبدأ به كي تخرج لي هذه النافذة، نكتب عرب او نكليكي فوق عرب ندير له شويه تاع عرب، هنا راهي اوفراج يعني كتاب ما عندي عليه نغير، ونكتب المؤلفين، هنا قلت في حاله انه عندي مؤلفين او اكثر كيفاش ندير؟ مثلا مراد نعموني مثلا
المؤلف الثاني ما نكتبوش هنا مباشرة، لأنه لو كان نكتبه هنا نكمل في نفس السطر راح يعقلوا على أنه مؤلف واحد، يعني راح يعقلوا على أنه اسم واحد. أنظر كيفاش ندير باش نضيف المؤلف الثاني. نجي لهذه اللي هنا، ولا شوفوا هذه موديفي اللي قدام اوتور، نكليكي عليها تخرج لي هذه النافذة، هاي اجوتي انو، اجوتي انو، ها هو المؤلف الأول اللي راهو باللون الأزرق، وهنا نضيف المؤلف الثاني. مثلا المؤلف الثاني عبد الكريم بوحفص مثلا، إذا نو نكتب اللقب اللي هو هنا مثلا بوحفص، برينو عبد الكريم، اجوتي، هاي خرجوا لي هنا في زوج، ومن بعد ندير اوكي ونكمل باقي المعطيات تاعي. مثلا عنوان الكتاب تسيير الموارد البشرية، السنة مثلا السنة 2019، المدينة وهران يعني مدينة النشر، دار النشر مثلا دار الغرب، وباقي المعطيات قلنا باش نزيدوها لازم نجي لهنا افيشي تو لي شون بيبليوغرافيك، نكليكي عليها. اذا البي الجزائر كما درنا في السابق، ثم إيديسيون حوسو باش نكتبو الطبعة، إيديسيون ها إيديسيون الطبعة الأولى مثلا، وندير أوكي. ها نعموني وأبو حفص يخرج لي عنوان الكتاب. علاش يخرج لي عنوان الكتاب؟ لأنه نعموني باش نميز بين المؤلف هذا والمؤلف، المؤلف عفوا والكتاب الأول. لما يكون عندي مؤلف وعنده كتابين تخرج لي، يخرج لي عنوان الكتاب قدام الاسم. اذا هنا نعموني وابو حفص تسيير الموارد البشريه 2019. اذا كان اقتباس حرفي ندير كما في الاول، اذا كان اقتباس بتصرف نخليه بهذا الشكل. اتفقنا؟ تريفيا. الان كذلك اذا كان عندي مثلا كتاب مترجم كيف اوثقه؟ يعني نفس فقط نضيف وين كاين مترجم، لكن لازم نوري احسن باش الناس تعرف باش ديرها. مثلا هنا هذه الفقره او هذه المعطيات اقتبستها من كتاب نتاع رونالد ديريجيو، المدخل الى علم النفس الصناعي والتنظيمي، ومترجم من طرف الدكتور فارس حلمي. مثلا كيف نكليكي هنا في نهايه الفقره، دائما نحط كيرسر، نفس الخطوات، انسيري ان سيتاسيون، اجوتي اون نوفيل سورس. الشيء الاول اللي نديرو كيف اللغه عرب، ثم اوفراج راهي اوفراج اذا كتاب، واش ندير المؤلف رونالدي ريجيو، رونالدي ريجيو، عنوان الكتاب المدخل الى علم النفس الصناعي والتنظيمي، ندخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي، السنة مثلا 2014، المدينة مثلا المدينة عمان، دار النشر دار الشروق. كيف باش نكمل باقي المعطيات، افيشي تو لي شون بيبليوغرافيك، نجي نكليكي عليها، نكتب البلد وراهي بي، ها هي بي عمان الاردن يعني البلد، ثم ايديسيون باش نكتب رقم الطبعة، مثلا الطبعة الرابعة نكتب رقم 4. مادام قلنا بان الكتاب مترجم، نحوس هنا في هذه الخانات وين كاين تراديكتور، يعني شكون هو المترجم، هاهي تراديكتور، ونكتب اسم المترجم اللي هو هنا فارس حلمي.
متفقين؟ كي يكون عندنا كتاب مترجم نحوس على الخانة وين مكتوبة تراديكتور يعني المترجم. خلاص كملنا كل المعطيات، نفيريفي المؤلف، عنوان الكتاب، السنة، المدينة، البلد، دار النشر، المترجم ورقم الطبعة. إذا وندير أوكي ويخرج لي هاي ريجيو 2014. ريجيو 2014 اتفقنا؟ طريبيا. إذن هذه كيفية توثيق الكتب. نروح الآن للنوع الثاني، نروح للنوع الثاني من المراجع، وهو أطروحات أو أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير. لنفترض أنه هذه المعلومات، هذه المعلومات اقتبستها من أطروحة دكتوراه، وهي من المراجع المهمة جدا. كيفاش ندير؟ نفس الخطوات، انسيري اون سيتاسيون، اجوتي اون نوفيل سورس. اول شيء دائما اللغة، هنا الأطروحة باللغة العربية، ندير اعراب كذلك. هنا نجي تيب دو سورس، هنا نبدل. وين كاينه أطروحة الدكتوراه؟ ماشي اوفراج، أطروحة الدكتوراه او رسالة ماجستير. واش ندير؟ نروح وين كاينه اوتر، هذه اوتر، وندير الخيار نتاعها، يعني نختار اوتر، ومن بعد تخرج لي بهذا الشكل. يعني هذه المعطيات اللي تنكتب في أطروحة الدكتوراه، ونكتب اوتر المؤلف. مثلا هذه اعداد الطالبة صباح بنوناس، اذا نكتب صباح بنو ناس. عنوان الأطروحة، أثر أنماط القيادة الإدارية على الالتزام التنظيمي. هذا عنوان الأطروحة. السنة يعني التي تمت فيها المناقشة 2016 مثلا. ثم تبقى لي مجموعة، عفوا نسيت حاجة، هنا في العنوان، نعود نرجع في العنوان، وين تيتل، وين نكتب عنوان أطروحة. نكمل العنوان بين قوسين، هذه مهمة جدا، نكتب أطروحة دكتوراه، أطروحة دكتوراه، ونديرها بين قوسين. إذا كانت ماجستير نكتب رسالة ماجستير، متفقين؟ إذا بعد ما نكتب العنوان بين قوسين، إذا كانت أطروحة دكتوراه أطروحة دكتوراه، إذا كانت رسالة ماجستير بين قوسين رسالة ماجستير، وهذا مهم جدا. طيب يعني الآن وش بقات لنا؟ إذا ها اسمه لقب المؤلف، عنوان أطروحة، السنة، بقات لنا باقي المعطيات اللي هي الكلية والمدينة والجامعة. إذا الكلية نجي هنا وين كاين ديبارتمون، هذه ديبارتمون بروفانس، هذه هنا، ونكتب كما هنا مثلا كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. إذن اسم الكلية. بي أو ريجيون، هنا نكتب المدينة اللي موجودة فيها الجامعة، هنا بسكرة، هي جامعة بسكرة. وهنا ميزون ديديسيون، نكتب اسم الجامعة. وين كاينه هذه ميزون ديديسيون؟ نكتب اسم الجامعة اللي هي هنا جامعة محمد خيضر، معروفة جامعة بسكرة هي جامعة محمد خيضر. إذن جامعة محمد خيضر. إذن هذه هي كل المعطيات اللي نكتبها في حالة أنني اقتبس من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه. إذن قلت نروح نخير وين كاينه أوتر، ثم نكتب اسم ولقب المؤلف،
العنوان تاع الأطروحة بين قوسين أطروحة دكتوراه أو رسالة ماجستير، السنة، الكلية، والمدينة المتواجدة فيها الجامعة واسم الجامعة. اتفقنا؟ طري بيان. وكذلك ندير أوكي. إذن هاي بنوناس 2016. الآن نروح لنوع آخر من أنواع المراجع، وهو المقالات العلمية في المجلات المحكمة. لنفترض أن هذه الفقرة ترشيح للتعيين، يعني كل هذه المعلومات اقتبستها مثلا، هذا كمثال فقط، من مقال معين، ينتهي الاقتباس هنا. دائما كيف نكليكي في نهاية الفقرة، انسيري ان سيتاسيون، اجوتي ان نوفيل سورس. هنا كيف هذه دائما نذكر بها، اللغة، ثم تيب دو سورس. هنا نبدل، كي يكون عندي اقتباس من مقال في مجلة علمية محكمة، نروح وين كاينة article dans un périodique، نبحث في هذا لي شوا وين كاينة article dans un périodique، article dans un périodique، ها ونكليكي عليها، وكيف نملأ باقي المعطيات. إذن author يعني اسم المؤلف هنايا لاميا بوبيدي مثلا، عنوان المقال نكتب العنوان هنا، علاقة جودة بيئة العمل بالتوافق المهني لدى الأساتذة، عفوا، الجامعيين. إذن هذا عنوان المقال، علاقة جودة بيئة العمل بالتوافق المهني لدى الأساتذة الجامعيين. من بعد دي تحتها تيتر دو بيريوديك، يعني اسم المجلة، نكتب اسم المجلة. هنا المثال تاعنا مجلة العلوم النفسية والتربوية، ثم السنة التي نشر فيها المقال هنايا 2019. الشيء المهم كذلك في المجال، في المقال العلمي كذلك الصفحات، هاي مكتوبة هنا باج. الصفحات في المقال العلمي ماشي كما في الكتاب، مثلا نكتب صفحة 65 صفحة كذا. الصفحات في المقال العلمي يعني وين يبدأ المقال وين يخلص، ورام دايرين لنا مثال، ها اكزامبل، مثلا من 50 62، يعني ما تكتبش الصفحة اللي اقتبست منها المعلومة، لأن المقال راه موجود في مجلة مع باقي أو مع مقالات أخرى مستقلة عنه. إذن تكتب لنا من يبدأ منين يخلص، ورام عطينا كما قلت مثال، مثلا 50 62. هنا المقال تاعنا يبدأ من الصفحة 257 وندير تيري إلى ينتهي في صفحة 287. طيب، إذن اسم ولقب المؤلف، عنوان المقال، اسم المجلة، السنة، الصفحات، وقلت نكتبها بهذا الشكل. بقات لنا معطيات أخرى اللي هي ماهيش موجودة. كيف نروح أفيشي تولي شون بيبليوغرافيك. هذا المعطيات وشنو هي؟ المجلد والعدد، لأنه في المجلات دائما كاين المجلد والعدد. ها هي المجلد، يعني الفوليوم، ها هو مثلا هنا مجلد رقم 5، نيميرو العدد رقم 3، يعني عدد المجلة. إذا نتأكد بلي أنا كاتب كل المعطيات، اسم ولقب المؤلف، عنوان المقال، اسم المجلة، الصفحات، سنة النشر تاع المقال، ثم المجلد والعدد. طيب، كذلك كما سبق ندير أوكي ويخرج لي بوبيدي 2019. اتفقنا؟ إذن كيفية توثيق المقالات تكون بهذا الشكل اللي نخدمه منها من المجلات العلمية المحكمة. أبقى لنا مرجع واحد، أو نوع، عفوا، نوع واحد من أنواع المراجع، اللي هو
النصوص القانونية، احنا في مذكراتنا نخدمه بزاف من الكتب ونخدمه بزاف كذلك من النصوص القانونية. فالنصوص القانونية اجتهدنا فيما بيننا احنا مجموعة الأساتذة واتفقنا على فكرة، لأنه ما كاش طريقة آلية هنايا في توثيق المراجع القانونية. كيفاش نديرو؟ اتفقنا على أننا كيفاش نديرو. مثلا اقتبست من مثلا أمر رقم 0603 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. قلت ما دام كاش طريقة آلية أوتوماتيكية لكتابة المواد والنصوص القانونية في أبيا، اتفقنا فيما بيننا احنا مجموعة الأساتذة باش تكون طريقة واحدة وموحدة، وهي أننا نقول مثلا في بداية الفقرة تقول تنصو تكتب تنصو المادة رقم 6 مثلا من، وتكتب النص أو عفوا تكتب عنوان النص من الأمر، تكتبه كاملا رقم 0603 المؤرخ في 19 جمادة الثانية الموافق 19 جمادة الثانية 1427 هجري الموافق لي 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي، وتكمل تكتب الفكرة نتاع الفقرة المادة يعني التي اقتبستها. إذن النصوص القانونية نقتبسها بهذا، أو عفوا نوثقها بهذا الشكل، لأنه قلت وفق أسلوب أبيا ما كاش يعني كيفية كتابة المواد، كاين طريقة لنكتب بالنص، لكن إحنا لازم نشير إلى المادة، وبالتالي اتفقنا على هذا الكيفية. اتفقين؟ أطريبيا. الآن بقات لنا المرحلة الأخيرة، يعني خلاص بون بيان سور كل نصوص كل وفقط لازم تكتب النص كامل، النص القانوني تكتبه كامل والتسمية الصحيحة نتاعو كما هي موجودة في الجريدة الرسمية. هذه ملاحظة مهمة جدا. طيب الآن خلاص كملت مثلا كتبت كل المراجع نتاعك إلى آخره، كملت المذكرة على بالك في النهاية الملاحق كذا، بقات لنا قائمة المراجع. قائمة المراجع كيفاش نديروها؟ تروح للصفحة اللي راك راح تدير فيها قائمة المراجع، الصفحة اللي راك راح تدير فيها قائمة المراجع اللي هي صفحة مستقلة في نهاية المذكرة نتاعك. مثلا تكليكي عليها في البداية بهذا الشكل، تكليكي في الصفحة اللي يعني أني نعاود ونكرر، تروح في نهاية المذكرة نتاعك وين راك رايح، يعني لاباج اللي راك رايح تكتب فيها قائمة المراجع، تكليكي عليها، تكليكي فيها عفوا، وتجي لهنا هذه بيبليوغرافي، وراكم مكتوب هنا بيبليوغرافي، تكليكي عليها، ننتظر قليلا فقط. طريبيان. إذن من بعد هذه بريديفيني نجي لهنا وين مكتوبة بيبليوغرافي، هذه بيبليوغرافي كي تولي لي هكا بالكاري القري هذا، نكليكي عليها. طريبيان ورانا نشوفوا بلي هاي خرجت لي قائمة المراجع بطريقة أوتوماتيكية، ما كتبتها أنا ما والو، ومنظمة ومرتبة وفقا للترتيب الأبجدي. فقط أنا واش ندير؟ هذه نكتب مثلا وين مكتوبة بيبليوغرافي، أنا نبدلها، نكتب قائمة
المراجع، ومن بعد نديها من الجهة اليمنى، نروح الأكوي معروفة هذه ونجي لهنا تريبيا. هاي قائمة المراجع تاعي تخرج بطريقة آلية ومرتبة وفق الحروف الأبجدية. هاي مثلا رونالد ديريجيو تخرج بهذا الشكل، اسم ولقب المؤلف ثم السنة ثم عنوان الكتاب ثم الإصدار، لأنه الإصدار مصطلح أشمل. كنا نقول الطبعة لما كان الكتاب الورقي فقط، الآن أو كان الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني الإيبوك، ولذلك نقول الإصدار هو مصطلح أشمل، لأنه كاين بعض الكتب الإلكترونية التي لم تطبع. وبالمناسبة راهي رايحة، يعني التطور التكنولوجي راهو رايح نحو الكتاب الإلكتروني ونسيان تقريبا الكتاب الورقي. ولذلك نقول بومش احنا نقوله مبرمجة الإصدار الرابع أو الإصدار الخامس أو كذا أو كذا، وما تكتبناش طبعة. قلت لأن الإصدار يشمل الكتاب المطبوع الورقي والكتاب الذي لم يطبع لي هو الإلكتروني، ونكون اعتمدنا عليه كمرجع. المترجمون هاي فارس حلمي المترجم، المدينة البلد ودار النشر. كيف أطروحة الدكتورة هاي صباح بن نونس كذا 2016، العنوان بين قوسين أطروحة الدكتورة ثم الكلية المدينة والجامعة إلى آخره وكل المراجع. طيب إن شاء الله نكون فدناكم بهذا الشروحات، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح في إعداد المذكرة، وكذلك أتمنى لكم التوفيق والنجاح في المناقشة وفيما بعد المناقشة إن شاء الله في الحياة المهنية وفي الحياة الاجتماعية بصفة عامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.